السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا. وفيك يا رب. لي صديق يعمل في مجال الإنتاج الحيواني. الإنتاج الحيواني؟ نعم. الداجن؟ لا، هو يعمل في المجال، هو أخصائي يشرف على بعض المزارع إشراف. إشراف، نعم. وأحيانا تحتاج هذه المزارع لأدوية بيطرية. نعم. بحكم عملي هو يعلم جهات تبيع هذه الأدوية. نعم. فيطلبها منه أصحاب المزارع، يعني يطلبوها للشراء. فهذه الشركات تعطي له بعض البونص أو الهدايا أو العمولة. لازم يبين، أنا وكلته لشراء أدوية لمزرعتي، فيذهب لناس يشتري ويعطونه هدايا مقابل شرائه لي. لازم يبين. لا هو لا حتى لو هو بعت، لو الشركة، لو المزرعة نفسها راحت اشترت وعرفوا ان هو من طرفه ببونص، ده بيعضله برضو. ايوه، لازم انا ابين للمزرعة، ابين لصاحب المزرعة التي انا بس وكيل عنها في الشراء. نعم. ان الشركات تعطيني عمولة، بس ابين له. جزاك الله خير. وياك الله يحفظك. حبك الله.